بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سأتحدث عن البحث في بايثون، كيف نبحث عن نص محدد داخل ملف. يوجد لدينا ملف نصي اسم الملف test.txt. هذا الملف موجود داخل الفولدر أو المجلد الحالي به العبارات التي نراها. نريد أن نبحث في هذه الكلمات أو هذه الأسطر عن كلمة أو عبارة محددة. كيف يمكن عمل هذا البحث من خلال كود بايثون؟ أولا بفتح متغير، وليكن اسم هذا المتغير file يساوي، وبستخدم الكلمة المحجوزة append، و داخل هذه الكلمة المحجوزة بين الأقواس نفتح quotation mark ونكتب اسم الملف النصي test.txt. هذا هو الملف الذي نرغب في البحث بداخله. هذا كان المعامل الأول. أما بالنسبة للمعامل الثاني بناخد كوما وبعدين quotation mark وبنكتب الحرف R. R معناها اقرأ هذا الملف، يعني معناها احنا بنفتح الملف هذا من غلط القراءة أو من أجل القراءة. في السطر الثاني سنقوم بتحويل هذا الملف إلى متغير نصي، فأكتب مثلا المتغير text يساوي file، بنكتب هنا اسم المتغير file dot، ونستخدم function read يقرأ الملف سطر سطر ويدخل محتوى هذا الملف داخل المتغير النصي تكست. بعد قراءة الملف النصي وحولنا المحتوى داخل تكست الأحرف والأسطر وجميع الرموز، ندخل في السطر الثالث ونحاول البحث عن نص محدد. فنكتب مثلا هنا index، نفتح متغير وليكن اسمه index. ليه سميته index؟ لأن أنا هبحث بدالة find، ودالة find بتعود لي بالindex بالفهرس الخاص بالحرف، واحنا عارفين السلسلة النصية اول حرف فيها الاندكس بيكون صفر، الحرف الثاني الاندكس بتاعه بيكون واحد، وهكذا لباقي السلسلة النصية. فنفتح متغير اسمه اندكس وبنستخدم تكست المتغير السابق في السطر الثاني، ونستخدم منه فانكشن اسمها find اوجد، ونفتح هنا البراكتس ويكتب بداخل الكوتيشن مارك النص الذي نرغب في البحث عنه، فأكتب مثلا هنا كلمة hello. وفي السطر الرابع print اطبع لي الاندكس، اطبع لي الفهرس، يعني لو وجدت كلمة hello اطبع لي الفهرس الخاص بها. نفتح الملف لكي نراها الطبيعة. أنا عندي مثلا هنا الملف اسمه تيست، وكلمة هيلو موجودة هنا في السطر الأول، وحرف الاتش هنا طبعا الاندكس بتاعه الخاص بزيرو هو صفر. نضغط رن ونرى النتيجة. هنا طبع ليا صفر، يعني الاندكس الخاص بكلمة هيلو هو صفر. ماذا لو أنا بحثت عن كلمة والد؟ نكتب هنا والد، نضغط run ونرى النتيجة. بحث عن كلمة world وجد أن الindex الفهرس الخاص بها هو 6، أي أن كلمة hello عبارة عن 5 أحرف، وهنا يتحسب المسافة السبيس اللي بين كلمة hello world بحرف، يعني كده 6 أحرف. وجد هنا عند الحرف السادس الindex بتاعه كلمة world. طيب لو أنا عايز أبحث عن كلمة this، أكتب هنا this، نضغط run، قال لي وجدتها عند الحرف رقم 13 كلمة this. لنرى this اللي عند الحرف رقم 13، هنا وجد كلمة hello world 12 حرف، طبعا بيحسب الحرف الكومة اللي موجودة عندي بحرف، ولقى this دي بدأ من عند الحرف رقم 13.
في الحقيقة إن أنا عندي find هنا عبارة عن ثلاث معاملات. المعامل الثاني والثالث بيتم كتابهما حسب الاختيار، يعني ممكن أقول له ابحث من عند السلسلة تبدأ من الاندكس بتاع خاص بزيرو مثلا حتى الحرف 100. يبقى الأول من المعاملات اللي بدالة find هو النص الذي سنبحث عنه. الثاني في المعاملات هو بداية البحث هيكون منين. أما الثالث في المعاملات هو بيحدد نهاية البحث هيكون فين. لو نسيتهم أقف مؤشر الفار على كلمة find بضع ثواني بيظهر لك هنا الدالة الديفينشن خاص بالدالة find، بيقول لك هنا أول حاجة بتكتب السترينج النص الذي ترغب في البحث عنه. والمعامل الثاني بتكتب هنا الستارت هتبدأ منين، والمعامل الثالث بتكتب نهاية البحث هيكون فين، وستارت واند دول اوبشنال، كاتب لي هنا اوبشنال يعني اختيار. وقال لي كمان هنا بيرجع بي ليا ريتيرن ذا لوست اندكس بالفهرس اللي بيلاقي عنده الحرف او السترينج. في حالة الفشل ان له في حالة لم يجد الحرف او القيمة التي نبحث عنها return minus one بيرجع ليا بعبارة minus one. يعني ممكن اغير البحث باسلوب اخر، مثلا اقول له if اذا لقيت الindex يساوي minus one، يعني وجدته يساوي minus واحد. لسه قلناها حالا، لو لقيت هنا الاندكس معناها بساوي ماينس 1 يعني ليس موجود. ممكن اقول له اذا لقيت الاندكس لا يساوي ماينس 1 معناها وجد الاندكس في قيمة موجود فعلا. يبقى هنا print اطبع ليا بين تنصيص ان النص وجدته found. ماذا ان لم يجد النص؟ فبنستخدم الحالة else يعني شيء آخر، print اطبع ليا بين quotation mark not found، هذا النص غير موجود. نضغط run ونرى النتيجة. بحث هنا عن النص found وجد، بحث عن النص this وجده داخل الملف النصي هنا this. طيب ماذا لو كتبت كلمة غير موجودة هنا داخل النص؟ يعني مثلا أنا هديه كلمة مثلا سكاي ونبحث عنها، نضغط ران، كتب هنا في النتيجة not found ليست موجودة. لنفرض أن أنا أريد أن أطبع الاندكس بعد كلمة found، ناخد هنا كوما و نقول له اطبع لي الاندكس الخاصة بالكلمة اذا وجدت هذه الكلمة، اطبع الفهرس الخاص بها، نضغط ران. هنا لما كتبت له كلمة سكاي لم يجدها ولم يطبع لي بطبيعة الحال الاندكس الخاصة بها. اما لو كتبت مثلا كلمة هنا وليكن كلمة مون موجودة داخل النص، فهكتب هنا كلمة مون ونضغط ران، قال لي found وجدت الكلمة عند الاندكس 57، يعني عند السلسلة النصية التي تبدأ من عند 57 كلمة مون. لنفرض ان انا هكتب كلمة مون اول حرف يكون فيها كابتل، هل يا ترى سيجد كلمة مون؟ نضغط ران ونبحث، كتب لي هنا الرسالة not found غير موجودة، لانه بيطابق السلسله النصيه حسب الكيز اللي عندي او حسب حاله الاحرف. حاله الاحرف كابيتال بيبحث عن كابيتال، سمول يبحث عن سمول. اذا ما الحل؟ هل يمكن ايجاد حل في البحث عن كلمه من المحتمل ان يكتبها المستخدم كابيتال او سمول، يعني هو يكتبها عن طريق الخطا كابيتال وهي موجوده داخل النص؟ هل يمكن تحويل هذه حالة الأحرف داخل البايثون إلى lower case؟ أيوة، هنا ممكن أستعين بدالة اسمها من string dot
وأستخدم هنا lower. lower يعني حالة أحرف اللي هي صغيرة. وندخل بين quotation mark كلمة moon وندخلها بين البراكتس الخاصة باللور. هنا نبحث ونرى النتيجة. نضغط run. قال لي هنا found، وجدت الكلمة 57. قام بتحويل الحروف الكابيتال الموجودة داخل مون، كل الحروف كلها جعلها حولها من كابيتال إلى سمول، وجدها داخل النص هنا كلمة مون. إذا ممكن أن نستخدم هنا الحالات سواء كيز أو سمول حسب رغبتك في أنك تحول كل الحروف كلها مثلا لور أو كابيتال كما تشاء. لنفرض أن أنا عايز مثلا أبحث عن this الأولى، بكتب هنا this، نضغط run ونرى النتيجة. بحث عن كلمة this وجدها عند الحرف رقم 13، لكن هناك كلمة أخرى اسمها this اللي هي الكلمة الثانية، وكلمة ثالثة اسمها this. هل يمكن البحث عن كلمة this الثانية؟ نعم، يمكن البحث عنها بتغيير بداية البحث ونهاية البحث. بداية البحث هي عند المعامل الثاني، ونهاية البحث عند المعامل الثالث. هنا بحث في المرة الأولى عن كلمة this وجدها عند الحرف رقم 13، ونجد أن طول كلمة this هي 4 أحرف زائد 13 حرف اللي هي بداية الحرف الأول، يبقى 17 حرف. يبقى ممكن أقول له ابحث بعد الحرف 17، ابحث عن كلمة this. نضغط run. قال لي وجدتها عند الحرف رقم 35، أي this هذه. ليه؟ لأن بحث عند الحرف من الحرف 17 ولنهاية الملف عند الحرف 100، وجد كلمة this تقع عند الاندكس 35، يعني عند الحرف رقم 35 من السلسلة النصية. 35 زائد كمان 4 أحرف يبقى كده 39. ممكن أبحث عن this اللي بعدها، يبقى أكتب هنا 39. نضغط run ونرى النتيجة. قال لي وجدت هنا كلمة this found عند الحرف رقم 62، أي this الثالثة التي توجد في السطر الأخير. ومن هنا يمكن تغيير بداية البحث معامل نهاية البحث، ومعامل نهاية البحث وبداية البحث بدوال يمكن أن أكتبها لكي نستخدم البحث عن الكلمة الأولى والكلمة الثانية والكلمة الثالثة، لأن من المحتمل وأنا بعمل في برنامج كبير باستخدم محررات النصوص أن يوجد أكثر من كلمة داخل المستند، ويجب البحث عن جميع هذه الكلمات باستخدام next 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 التالي 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 لكي يوجد الكلمات المتعددة أو المتكررة داخل النص. النهاردة كنت بوضح فقط عملية البحث ودالة find التي تبحث داخل نص محدد باستخدام الثلاث معاملات. المعامل الأول طبعا هو النص الذي سأبحث عنه، والمعامل الثاني هو بداية البحث أي فهرس بداية البحث، والمعامل الثالث هو فهرس نهاية البحث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.